وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا في هذه الحلقة عازف العود المبدع عامر عبد الوهاب العامري من اسطنبول. أهلا وسهلا فيك معنا عامر اليوم. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يحييك عامر. بداية نحب نتعرف عليك أكثر، فلو تعرفنا عن نفسك بكلماتك الخاصة. أنا عامر عبد الوهاب سعيد، أنا من تعز تحديدا من مديرية المسرح، أدرس هندسة ميكانيكية في تركيا. فقط طيب، بالنسبة لهوايتك، هوايتك العزف على العود، متى بدأت الهواية هذه لديك وقصتك مع العود ذاته؟ طبعا الهواية هي قديمة جدا، حيث كان الوالد لديه عود كان قد حصل عليه من أحد زملائه عندما كان يدرس في العراق، بعد ذلك أحضره إلى اليمن، فكنت دائما أجلس أتسمع إلى الوالد، فولدت الهواية من ذاك الزمن. هواية ورثتها الأجيال. طيب كم استغرقك أمر تعلم العزف على آلة العود؟ عندما بدأت أتعلم العود 2.5 سنين تقريبا هنا في تركيا تعلمت العود. ما شاء الله، بعد هذه الفترة كلها تقدر تقول عن نفسك إنك محترف؟ لا لست محترف، ولكن أقدر أجيد بعض الأغاني. تسعى للاحتراف. طيب عامر، يعني العود من أصعب الآلات يقولوا، أنت اخترتها رغم إن أنها شاء الله. ورثتها عن والدك، يعني باختيارك ولا كيف كان، ولا هذا اللي لقيته أمامك؟ والله الوالد ما يعزفش بشكل جيد، أنا أوجه له التحية من هنا من على قناة بلقيس، واحنا نوجه له التحية ولكن كمان. أنا تعلمته هنا أكثر، يعني تعلمته من اليوتيوب من الأصدقاء. جميل. طيب جميل، بالنسبة لمجالك الدراسي، قلت طالب هندسة ميكانيكية تقريبا، كيف توائم بين هوايتك ودراستك؟ والله في أوقات الفراغ، يعني هو ما يكونش في أوقات فراغ كثيرة، ولكن أنا أحاول عندما يطلع هاجس الغناء والعزف أحاول أستغل أكثر وقت في العزف وأطور من مهارات. جميل. لديك مشاركات خارجية أو في احتفالات؟ لدي مشاركات في احتفالات هنا في إسطنبول، وكمان في المدينة التي أعيش فيها وأدرس فيها، في المهرجانات التي يقيمها اتحاد الطلابات اليمني في تركيا. وخارجية؟ يعني على مستوى غير الطلاب وغير الاتحاد وكذا؟ لا والله ما وفكرت تشارك في مسابقات أو شيء؟ لا، هو كان في مرة كنت استدعيت لأحيي عرس، بعدين ما سبرت الموضوع. طيب أنت ساكن في تركيا ومعروف عن تركيا أنها بلد الموسيقى، أثرت عليك، أثرت على أدائك، أثرت على هواياتك، أضافت شيء لك؟ الموسيقى التركية غنية جدا، ولكن أنا أتأثر بالموسيقى العربية والموسيقى اليمنية أكثر. مفهوم. طيب عامر، في المستقبل كيف تراه؟ أرى المستقبل جميل جدا إن شاء الله. يعني بعد 5 سنوات إيش ممكن تشوف عامر؟ مهندس ولا صاحب موهبة، فنان كبير؟ مهندس وفنان إن شاء الله بنفس الوقت. نتمنى لك ذلك، بيكون جميل جدا. طيب عامر، أكيد في مسيرتك وتعلمك للعزف على العود شكرا. واجهتك صعوبات كثيرة، أكيد تتذكر أبرزها وكيف تغلبت عليها؟ أكثر الصعوبات تواجدنا في السكنات للطلاب، يعني ما تقدرش تعزف في السكن، انزعاج الأصحاب، انزعاج الجيران في الغرفة، صحيح. هذا أكثر الصعوبات اللي واجهتنا. وكيف تجاوزت هذه الصعوبة؟ نحاول نخرج إلى بيوت بعض الأصدقاء ونعزف معهم يعني. جميل. طيب اللي حققته من عزف آلة العود إلى الآن، أو لنقول هذه الموهبة، ما الذي حققته منها؟ والله هي حققت الرضا النفسي أكثر مما حققت لي ماديا، يعني جميل. بحيث أن أنا أمارس هوايتي بشكل جميل حققت لي رضا نفسي كبير. جميل جدا. طيب كعازف فنان، ما الذي تنتظره من الجمهور المتابع لك؟
أنتظر لهم، أتمنى لهم حسن الاستماع أكثر مما أنتظر منهم أي شيء يعني. شكرا لك. تمام، احنا الآن لازم ننتقل ونسمع عشان نحصل على حسن الاستماع. ايش بتسمعنا من المقطع اليوم؟ وها عامر، وعلى نزلتي من الاستوديو في طريقي للاستوديو سمعت ان صوتك جميل كمان، والله لا تبخلش علينا. لا، فصوتي مش جميل جدا، ولكن بحاول أغني لكم أغنية من كلمات أبو بكر عبد الله العيدروس، غناها الفنان الكبير أيوب، غناها الفنان الكبير أبو بكر سالم الفقيه رحمه الله عليه. رحمة الله عليه، تفضل. عازف العود الرائع عامر العامري، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق، وشكرا لكم.